أحبائي، أهلا بيكم في العظة الثالثة من سلسلة عظات خلوة الخدام. وعايز أفكرك في بداية هذه العظة إنه سلسلة العظات دي أطلقنا عليها عروس وجيش وقوانين تأسيس. والجزء الثالث من العنوان قوانين تأسيس له أهمية خاصة في هذه العظة الثالثة، لأنه العظة الثالثة ديت هتكون عن كلمة الله، وكلمة الله تحتوي على قوانين التأسيس لحياتنا ولكل ما يريد الرب أن يصنعه في حياتنا. عشان كده العظة بتاعت النهاردة دي ليها أهمية خاصة. قبل ما أبدأ معاك العظة بتاعت النهاردة، عايز أخد آية من سفر أرميا وأصحاح 15 وعدد 16، وهذه الآية بتصف كلمة الله. أرميا بيقول كده: وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. وجد كلامك فأكلته، أكلت الكلام بتاعك، ولما لقيته الكلام بتاعك ده فهمت إنه الغذاء اللي لما أكله أفرح، أمتلئ بالفرح. كان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. أنا ممتلئ بالفرح وأنا بسجل هذه الرسالة عن كلمة الله. ممتلئ بالفرح لأنه الكلمة لما بتفيض جوانا بتعمل فرح حقيقي. فلو أنت بتعدي في وقت شعر أنه الفرح مسلوب، هذه الكلمة ليها أهمية خاصة في حياتك، لأنه لما بنتغذى مع بعض بكلمة الله الفرح بتاع الروح القدس بيفيض في قلوبنا. يقول كده: فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. قلوبنا بتفيض بالفرح وقلوبنا بتفيض بالبهجة عندما نقترب من كلمة الله. يلا بينا نستمع مع بعض إلى هذه العظة عن كلمة الله. أحبائي، أهلا بكم في الرسالة الثالثة من رسائل هذه الخلوة، خلوة الخدام. أهلا بكم في رسالة مميزة جدا لأنها تتكلم عن كلمة الله. قلبي كده من جوه مليان بالاستمتاع ومليان بالإيمان ومليان بالفرح، وإحنا بنتكلم النهاردة عن كلمة الله. كلمة الله، وعايز أبدأ معاك هذه الكلمة بشاهد مميز جدا، وهو أحد الشواهد الأساسية في خدمتنا، لأنه إحنا عنوان الخدمة بتاعتنا السماء على الأرض مأخوذ من هذا الشاهد. الشاهد ده بيوريك قد ايه كلمة الله مركزية في حياتنا، وكلمة الله قد ايه هامة جدا لكل مؤمن، ولها أهمية خاصة جدا عندنا كعيلة. ففي سفر التثنية وأصحاح 11 وعدد 18 يقول كده: فضعوا كلماتي هذه على قلوبكم ونفوسكم، واربطوها علامة على أيديكم، ولتكن عصائب بين عيونكم. شوف الكلمة بتوصينا بإيه، وشوف الرب بيوصينا بإيه تجاه كلمته. يوصينا أن نضع كلماته هذه على قلوبنا، على قلوبنا. أحد أهداف هذه الرسالة الهامة أو المهمة إنه الكلمة ترجع في مكانها المركزي في حياتنا، وإنه الكلمة ترجع الدستور بتاع حياتنا، وإنه الكلمة تعود قريبة جدا منا ونعود قريبين جدا من الكلمة. الرب شغلني كده في بداية هذه الخلوة، ويمكن في الأيام اللي قبل بداية الخلوة، إنه يبقى أحد الرسائل مخصصة لكلمته، عشان الرب عايز يعمل نقلة حقيقية في علاقتنا بالكلمة. أنا عارف إنه إحنا كخدمة وفي وسط المجموعات بنقرأ كتاب مقدس كتير قوي، وبنجري بسرعة في الأصفار، وهنا عايز أحط خط كده تحت حاجة مهمة قوي، وإنه هو إنه الرب
كان بيقول لي كده انه الوقت اللي جاي جاي الرب علينا بنوعيه مختلفه من الاقتراب للكلمه. خلال السنتين اللي فاتوا الرب كان بيجتذبنا الى قراءه الكلمه بمعدل عالي جدا، ونقرا نجري في الاسفار ونتسابق ومين خلص ايه ومين مخلص ايه، لانه الرب كان بيقربنا من كلمته، بيبني جسور ما بيني وما بين الكلمه. اتذكر من شهور احد اعضاء العيله الغاليه دي قال لي كده بعد يمكن يومين ثلاثه او اسبوع حاجه كده من بدايه القعده في البيت، كان بيقول لي كده انه كانه بقى في علاقه ما بيني وما بين الكتاب المقدس. يعني اكيد قبل كده كان بيقرا في الكتاب وكده، بس كانه اتولدت علاقه اعمق جديده ما بينه وما بين الكتاب المقدس. انا بصلي كده، ونفسي قبل ما ابدا الكلمه واواصل قرايه هذا الشاهد، ارفع قلبك معايا، وعايز ترفع ايدك ارفع ايدك، وقول للرب يا رب تعالى عليا في خلال هذه الساعة أو الساعة وشوية اللي جاية ديت بنقلة حقيقية في علاقتي بكلمتك. يا رب أنا بصلي تعالى أغمر البيوت بالروح القدس الآن. يا روح الله، هللويا، يا روح الله تعالى أغمر البيوت بالروح القدس الآن. تعالى أغمر غرفنا، تعالى أغمر يا رب المكان اللي بنستمع فيه لهذه العظة. ويا روح الله انت مؤلف الكلمة الحقيقي، انت اللي ورا كل آية في الكتاب المقدس. عشان كده يا روح الله تعالى شدنا واحنا بنسمع الكلمات دي لبعد جديد، لعمق جديد، في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. احبائي، النقلة بقى اللي الرب عايز يعملها معانا، واللي كنت بدأت احكي عنها من دقيقة او دقيقتين، النقله الرب عايز يعملها معانا انه مش بس نبقى بنقرا كميات كبيره وبنجري في القرايه، ده عظيم والرب عمله معانا خلال الوقت اللي فات، بس الرب عايز يعمل نقله معانا في ايه بقى؟ في فهم الكلمه، في دراسه الكلمه. وباسم الرب يسوع السنين اللي جايه تحمل لنا انا اعضاء هذه العائله يبقوا فلاحين في الكلمه باسم الرب يسوع. هذا ليس لقب مقتصر على جماعة ما أو على، لا، ده الرب بقى يجي فيدينا إن إحنا يعني نحفر بعمق في الكلمة، ونتعلم الأبعاد والحتت اللي ناس كتيرة تقراها وما تفهمهاش، يجي الرب ويدينا فيها إعلانات، ونتعلم التعليم بتاع الكتاب المقدس، ونتعلم الجوانب الستة من التعليم اللي في رسالة العبرانيين أصحاح 6 وعدد 1، ونتعلم الحق، والحق ده يجري في حياتنا، وبتبقى حياتنا تبقى ثابتة جدا 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 بسبب عمل الروح القدس والكلمة فينا باسم الرب يسوع. أعود إلى الشاهد المميز، فضعوا، شوف الرب بقى بيقول لنا إيه في بداية هذه الكلمة، فضعوا كلماتي هذه، أول حاجة إيه؟ على قلوبكم. كلمة تبقى محطوطة على قلبي، كلمة تبقى هي الغطاء بتاع قلبي، قلبي ما يبقاش عريان، قلبي ما يبقاش خايف، قلبي ما يبقاش في شكوك ومتردد. ليه؟ لأنه الكلمة تبقى مغطية قلبي. فضعوا كلماتي هذه على قلوبكم ونفوسكم. كلمة تبقى مغطية نفسي، النفس فيها المشاعر وفيها الأفكار وفيها الإرادة وفيها اللاوعي. الكلمة تغطي الأربع جوانب دول، كلمة تغطي مشاعري، مشاعري ما تبقاش مشاعر هوجاء كده بتقودني في أي وقت لأي حاجة، لا، الكلمة تهيمن على مشاعري، وأفكاري ما تبقاش أفكار مختلطة، الكلمة تهيمن على أفكاري،
وإرادتي تبقى مقاضة بالكلمة، باخد قراراتي وبعملها لأنه الكلمة بتقول لي كده. رأيت وأؤمن إني سأرى هذا كثيرا، مؤمنين يبقى متخبط ومش عارف يعمل إيه وبياخد قرارات غلط، بس أول ما ينور قدامه جزء من الكتاب والحق ينور وهاليلويا. ارفع إيدك كده لو الاختبار ده حدث معك خلال السنين اللي فاتت، أول ما الكلمة تنور والحق ينور هاليلويا، تلاقي هذا المؤمن بقى قوي وعارف الاتجاه بتاعه، ارادته تشتغل في الاتجاه الصحيح. واللاوعي ايضا يغطى بالكلمه، ابقى وانا نايم في احلامي الكلمه عاليه قوي، يعطي حبيبه وهو نائم، يجي يدينا ايات ويدينا اعلانات في اسم الرب يسوع، ونتامل في الكلمه، نتعلم ازاي ناكل نتغذى. فضعوا كلماتي هذه على قلوبكم ونفوسكم واربطوها علامة على أيديكم، عشان قبل ما تعملوا أي حاجة بإيديكم كلمة تبقى موجودة كده. ولتكن عصائب بين عيونكم، يعني إيه؟ يعني كأنها قدام عناية طول الوقت أو فوق عناية طول الوقت. وعلموها أولادكم، علموها أولادكم، نعلم أولادنا الكلمة. وبصلي لأجل مدارس أحد قوية رب يعطيها لنا بعد عودة الاجتماعات في اسم الرب يسوع. مدرسة الأحد يبقى فيها تسبيح قوي مبني على الكلمة، ويبقى فيها الكلمة بتاعت الرب كده بتغرس في أولادنا في اسم الرب يسوع. متكلمين بها، متكلمين بهذه الكلمة حين تجلسون في بيوتكم، وحين تمشون في الطريق، وحين تنامون. يا رب بصلي قبل ما أنام أبقى عمال بتكلم بالكلمة بتاعتك. الوقت اللي فات كده خلال الشهر اللي فات الرب وضع في قلبي حاجة كده جميلة قوي قوي، وضع الرب في قلبي اني قبل لما انام بوقت كده اقفل الموبايل بتاعي خالص واحطه في المكتبة، واقفل عليه، عندي مكتبة زي الدولاب كده احطه واقفل عليه، واحط بقى جنبي جنب السرير الكتاب المقدس، ويبقى اخر حاجة بفتحها وبشوفها الكتاب المقدس، وأول حاجة أول ما أصحى الصبح الكتاب المقدس. أشكر الرب جدا 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 لأنه كم النور والشبع والطمأنينة اللي بتنساه في قلوبنا لما بنقرب من الكتاب. أنا بعزمك وأنا بعزمك في من خلال هذه العظة، يمكن اللي هقوله ده يبقى شكله غريب بس أشعر كده جوايا، الكتاب المقدس يبقى مكان الموبايل بتاعك. شوف الموبايل بتاعك بياخد وقت قد إيه في اليوم؟ لا، الكتاب المقدس بقى بتاعك يبقى مكان الموبايل بتاعك، وانت داخل الحمام بتاخد معاك الكتاب المقدس، وانت قاعد مستني وعندك وقت يمكن منتظر حاجة أو يبقى الكتاب المقدس يعود، الكتاب المقدس تعود الكلمة في مركز حياتنا. وانت بتعمل كده وانا بعمل كده بدي للروح القدس الأداة، الأداة الأساسية اللي هو كاتبها بإصبعه، بدي للروح القدس الأداة اللي يستخدمها معي طول اليوم وطول الليل علشان ينعشني. هتكلم بعد دقايق قليلة عن هذه الثنائية، الكلمة وعمل الروح القدس، بس عايز أكمل معاك هذا الشاهد اللي ببدأ بيه. يقول كده هاليلويا، يقول وعلموها أولادكم متكلمين بها حين تجلسون في بيوتكم، حين تمشون في الطريق، وحين تنامون، وحين تقومون، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك، لكي تكثر أيامك وأيام أولادك على الأرض التي أقسم الرب لآبائك أن يعطيهم إياها. بص بقى المقطع اللي جاي ده، كأيام السماء على الأرض، يعني أيامنا تبقى كأيام السماء على الأرض، السماء على الأرض، heaven upon earth، السماء على الأرض. إمتى ده هيتنفذ وإمتى ده هنعيشه؟ لما الكلمة تبقى في المركز. أنا بصلي كل عضو في عيلة السماء على الأرض يرى هذه المركزية بوضوح. يعني إحنا اسمنا السماء على الأرض ده معناه إنه الكلمة هي المركز بتاع الخدمة دي.
عشان كده بنطول في العظات، عشان كده بنقرا، عشان كده بنقرا في الكتاب وبنقرا كتب روحيه وبنجتهد في هذا الجنب. ليه؟ يا روح الله اصلت على افتح عيون كل ولادك وبناتك في هذه اللحظات لادراك مركزيه الكلمه في عائلتنا، في عائله السماء على الارض. شوف يقول كده، يقول ضعوا كلماتي هذه على قلوبكم ونفوسكم، وكل اللي احنا قريناه عشان تكثر ايامك وايام اولادك على الارض كايام السماء على الارض. عشان كده انا بصلي انه الجمله اللي هقولها دي تختفي من وسطينا. ما بحبش القرايه، اصلي بقرا بالعافيه. يا روح الله بصلي، وانا نفسي ارفع ايدك معي كده ونتحد جميعا مع الروح القدس، يا روح الله لتختفي هذه الجمله من وسطنا في اسم الرب يسوع. لابد ان نقرا، لابد ان نقرا، لابد ان نقرا الكلمه، ولابد ان نقرا التعليم الروحي، ولابد ان نقرا كتب روحيه ومقالات روحيه. والرب عمال يبارك في الناس اللي بتكتب في وسطينا ويزود اكتر في وسطينا، واحد واثنين وثلاثه واربعه في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. رسول بولس يوصي تلميذه تيموثاوس، يقول له إلى أن أجيء لغاية لما أقابلك تاني يا تيموثاوس أعكف على القراءة. يعني إيه؟ اكرز بالكلمة وأعكف على القراءة. يعني إيه؟ يعني القراية دي اتفرغ لها كده. أعكف على القراءة يعني تفرغ كده للقراية، فرغ وقت من يومك للقراية، أعكف عليها. يعني افضل اقرأ 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 اقرأ. صلي معايا هذه الصلاة الآن قبل ما نستمع إلى باقي هذه الكلمة. صلي معي هذه الصلاة الآن، قول يا رب شيل من قلبي كل عدم محبة للقراءة، يا رب شيل من قلبي كل تقل بلاقيه جوايا لما اجي اقرب من الكلمه، او لما اجي اقرب من قراءات روحيه. القراءات الروحيه دي ايه؟ فيها الايات وفيها التعليم وفيها الكلمه. قول يا رب شيل من جوايا التقل ده، وشيل من جوايا السطحية، وشيل من جوايا يا رب الرغبة في اني اعيش حياة روحية كده مليانة كلمات وشعارات وامور حماسية بدون ان اتأصل الى اسفل. يتأصلون الى اسفل فيصنعون ثمرا الى ما فوق. يتأصلون إلى أسفل ويصنعون ثمرا إلى ما فوق. يا رب أنا بصلي نتأصل إلى أسفل، نتأصل إلى أسفل. ومرة تاني كده لكل عضو في هذه العائلة، وبالتأكيد لكل شخص يستمع إلى هذه العظة فيما بعد، حتى لو أنت مش من هذه الخدمة، لكن لكل شخص في هذه العائلة أصلي باسم الرب يسوع لأجل أنه كلمة الكتاب المقدس، أصفار العهد القديم، أصفار العهد الجديد، أصفار الكتاب 66 تاخد مكانة مركزية في حياة كل واحد فينا، ونشوف دعوتنا. أنا نفسي ده ينور جواك، دعوتنا أن نحيا أيام السماء على الأرض مركزية فيها، إنه الكلمة تبقى مغطية قلوبنا ومغطية نفوسنا. عشان كده لو انت بتسمع في التلمذة في الخدمة وفي المجموعات عن مستوى من الحياة، مرات تقول المستوى ده أعلى مني. لا، مش أعلى منك، كل ما في الموضوع علاقتك بالكلمة وبعمل الروح، لأن الروح يعمل بالكلمة. محتاجة بس إيه؟ محتاجة نقلة. وأول ما النقلة دي تحصل تلاقي أيام السماء على الأرض، السماء على الأرض، heaven upon earth، يبقى حقيقة في حياتي وفي حياتك في اسم الرب يسوع. خد لك بقى شاهد أبدأ بيه كده، سلسلة من الشواهد هناخدها النهاردة عن الكلمة في إنجيل متى. إنجيل متى أصحاح 7 وعدد، نبدأ القراية من أول عدد 24. يقول كده:
فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها، كل من يسمع أقوالي، ده الرب يسوع بيقول هذه الكلمات، كل من يسمع أقوالي أي كل من يسمع كلمتي، كلمة الرب، ويعمل بها، أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. فلما أكمل يسوع هذه الأقوال بهتت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. بص هنا الرب يسوع يتحدث عن أهمية الكلمة والعمل بالكلمة في تأسيس البيت. عشان كده الخلوة دي زي ما قلت لك في مقدمة هذه العظة، الخلوة دي عنوانها عروس وجيش وقوانين تأسيس. قوانين التأسيس دي، قوانين تأسيس البيت، قوانين تأسيس العيلة، قوانين تأسيس المملكة، بتأتي منين؟ بتأتي من الاستماع إلى أقوال الرب، إلى كلمة الرب، تأتي من قراءة كلمة الرب، تأتي من إني أسمع الروح القدس وهو بيكلمني من خلال كلمة الرب، من خلال الكتاب المقدس، وأعمل بهذه الكلمة. اللي بيعمل كده ده كأنه إيه بقى؟ شوف يقولك إيه؟ رجل عاقل. عاقل، هل تريد أن تكون رجلا عاقلا أو أن تكوني امرأة عاقلة؟ إذن اسمع لأقوال الرب واعمل بها، تبقى كأنك بتبني بيتك على الصخر. والبيت اللي مبني على كلمة الرب والعمل بها، تنزل عليه المطرة، تأتي الأنهار، تهب الرياح، ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط. بينما البيت اللي شكله برضو مبني كده، بس هو مش مبني على الكلمة، مبني على المشاعر، مبني على ناس بتجامل بعض، مبني على ناس بتخاف من بعض، ومش لازم الخوف ده يبقى واخد شكل الرعب يعني، لكن لا، يبقى واخد شكل محاباة الوجوه. البيت بقى اللي مبني كده ده ايه؟ ده مبني على الرمل. وبص البيتين نزل عليهم الأمطار، يعني يقول لك في عدد 25، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت اللي هو اللي مبني على الصخر فلم يسقط. أيضا في عدد 27، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت. ولو تحب تتأمل قوي في فرق بين ووقعت على ذلك البيت وصدمت ذلك البيت. البيت الأولاني وقعت عليه، وقعت عليه، عارفين يعني زي لبسته، يعني الأمطار والأنهار والرياح وقعت عليه، بس إيه اللي حصل له؟ لم يسقط. تقول لي ده أنا لما بتعرض بقى لضيقات وبكتئب وبنزاوي أقول لك انظر إلى مركزية الكلمة في حياتك، انظر إلى مركزية الكلمة، أقصد بيها هنا قربك من كلمة الرب وعملك بكلمة الرب، لأنه هنا من يسمع أقوالي هذه وإيه؟ ويعمل بها. انظر إلى تطبيق الكلمة في حياتك. لو أنت كل ما شوية رياح بتهب ولا شوية أمطار ولا شوية، تلاقي نفسك بقى نفسيتك محطمة وتلاقي نفسك، تعال للرب وانت بتسمعني دلوقتي وقول له يا رب أنا البيت بتاعي قوانين التأسيس بتاعته مش مظبوطة،
قوانين التأسيس تأتي من كلمة الله والعمل بكلمة الله، الاقتراب من الكلمة، نقرب من الكلمة. أنا ببدأ لك بهذا الشاهد بقى عشان أركز على قوانين التأسيس. فشوف البيت اللي مؤسس على الصخر دوت، وقع عليه كل الحاجات دي بس ما حصلوش حاجة. البيت التاني اللي مؤسس على الرمل اللي مفيش مركزية للكلمة، صدمته يعني ايه، خبطت فيه، التاني وقع عليه زي ما بقولك كأنه لبسه كل حاجة بس لم يتحرك من مكانه. ده بقى ايه؟ صدمته، خبطت فيه، خبطت فيه خبطة جامدة شوية، حصل له ايه؟ سقط، وكان سقوطه عظيما. ارفع ايدك كده معايا في هذه اللحظات باسم الرب يسوع، لا يكون فينا اي شخص ساقطا ولا يسقط اي شخص فينا باسم الرب يسوع. نثبت 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 باسم الرب يسوع. رب تعالى املأنا بالروح القدس ونحن نسمع لهذه الكلمات، لنا بالروح يا رب. اوه ربشنك ربشنك ربدا، املأنا بالروح، اشتغل فينا اشتغل فينا اشتغل فينا يا رب، لأجل عينينا تفتح الآن باسم الرب يسوع فندرك أهمية الكلمة. يا رب أنا بصلي شباب كده وهم يسمعوا الكلمة دي يقولوا لك يا رب عايزين نأسس بيوتنا على الكلمة، مش على المشاعر، مش على الاكتئاب، مش على اللي بيحصل لي لما الاحتياج بيضغط عليا. انت لو انت لما كل ما تلاقي نفسك في احتياج مادي مثلا نفسيتك تتعب وتضغط، ده معناه ايه؟ ده معناه انه الكلمة مش اصيلة، مش متأصلة في حياتك، ده معناه ان انت شغال بنفسيتك. في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع، حرية من كل قيادة لحياتنا بالنفسية، حرية حرية باسم الرب يسوع، حياتنا تبقى مقادة بالكلمة. عارفين عايز اشجعكم كده بهذا الامر، في النهضات العظيمه اللي حصلت في تاريخ الكنيسه، هذه النهضات اللي سبت منها فعلا واثر في التاريخ كان مبني على مركزيه الكلمه مش على اي حاجه تاني. ولو انه في حاجات تانية جميله جدا زي المعجزات وزي الاظهارات وزي اظهارات الروح وزي حاجات جميله وحاجات مقدرة وحاجات عايزينها تملى 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 أجواءنا، بس النهضات اللي بتكمل حقيقي دي اللي الشعب بتاعها اتبنى على الكلمة، الشعب بتاعها بقت الكلمة عنده أقوى من الواقع، أقوى من العيان، بقت الكلمة لما تقول له إنه الرب معك، الكلمة دي تبقى أقوى لما يشوف الدنيا كلها بتتقلب عليه، بس الكلمة بتقولي الرب معايا يبقى الرب معايا، الإيمان بالكلمة. يعني واحدة من أعظم النهضات اللي حصلت نهضة شارع أزوسة، السنين الذهبية بتاعتها من سنة 1906 لسنة 1909، بعضك سمعني أتكلم عن هذه النهضة قبل كده. النهضة دي خرج منها كل حركات الروح القدس في القرن العشرين وإلى الآن، ده جزء من الميراث الروحي بتاعنا. هذه النهضة عارفين طلعت ازاي؟ طلعت دي البدايات بقى بتاعتها خالص، يعني قبل 1906 يعني وكده، دي البدايات بتاعتها، البدايات دي اللي هي ايه؟ اللي هي اللي الرب استخدمه في انه النهضة دي تشتعل، اللي هو ويليام سيمور. البدايات تتلخص في المدرسة اللي اتعلم فيها، مدرسة الكتاب المقدس، دي كانت بدايات النهضة، وتحديدا سنة 1900. عارفين قامت ازاي النهضة دي؟ الشخص اللي حط وضع الاساس التعليمي اللي قامت عليه نهضة أزوسة اسمه تشارلز بارهام. تشارلز بارهام ده ترك التلاميذ بتوعه مع الكتاب المقدس، وتحديدا مع سفر اعمال الرسل، وقال لهم ادرسوا بقى، عايزين ندرس في سفر أعمال الرسل، عايزين ندرس عن الامتلاء بالروح، عايزين ندرس عن التقديس، عايزين ندرس عن الشفاء من الكلمة. سابهم ورجع لهم بعد وقت، لقاهم مولعين بالروح القدس، اشتعلوا اشتعلوا بالروح القدس. وهنا ظهرت بقى العقيدة الثابتة لمعمودية الروح القدس وبرهان التكلم بألسنة
ظهر منين؟ ظهر من العمق في الكلمة، تعمق في الكلمة هؤلاء التلاميذ، فلقوا الكلمة بتقول لهم إيه؟ الكلمة بتشاور لهم على نيران الروح القدس واشتعال الروح القدس والحياة اللي مليانة من نيران الروح القدس، فاشتعلوا. عند لهجي اشتعلت النار. يعني إيه؟ يعني عند لهجي في الكلمة. لما قربت من الكلمة جدا، لما قربت من الكلمة جدا. وأذكرك تاني بالآية الجميلة بتاعت سفر أرميا، آية جميلة بتاع سفر أرميا أصحاح 15. أصل الكلمة دي لازم تبقى محببة لقلبك جدا. سفر أرميا أصحاح 15 وعدد 16، الآية اللي بدأت لك بيها في المقدمة بس عايز أفكرك بيها تاني. بيقول إيه؟ وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. كان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. كل ما أقرب من الكلمة كل ما أتملي بالفرح. هاليلويا. لا أنسى هذا الأخ اللي لما أول ما عرف الرب يقضي كان ساعات وساعات وليالي 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 قريب من الكلمة، بيقرأ 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 بيقرأ، وبدون أن يدري ينزل الصبح بقى يتحرك في شغله وفي وسط الناس وفي دراسته، وهو فائض الفرح جواه وفائض الفرح منه، والناس تشوفه كده تتساءل عن الفرح. الفرح ده جه منين؟ الفرح ده جه من انه اكل كلام الرب. وجد كلامك فايه؟ فاكلته. اكلت الكلمه. قعدت مع الكتاب المقدس ساعات بالليل، وقعدت اذاكر وروح القدس يكلمني، يا رب اشكرك أشكرك. واحد من أجمل المشاهد كده، مؤمن اللي قاعد كده في ليلة كده هادئة مع الكلمة مع الكتاب المقدس، وبيسمع موسيقى ممسوحة والكلمة عمالة تشتغل في قلبه، والروح القدس عمال يهضم الكلمة جواه. ممكن بقى الشخص ده بقى يمتلئ بالفرح، وممكن دموعه تنزل من الفرح. ليه؟ تقابل مع حضرة إلهية، مع الحضرة الإلهية، مع حضور الرب من خلال الكلمة. آه يا روح الله، قول للرب كده، تعالى يا رب، يلا يلا يلا، عشان الكتاب ده ترجع الآيات تنور فيه من أول وجديد، والروح القدس، الروح القدس يشتغل. بص بقى، آخد بقى آية أخرى. يبقى أول حاجة الكلمة فيها قوانين التأسيس. بس بص، هاخد بقى آية تاني من متى 22. هنا عايز أوريك ثنائية مهمة جدا اللي أنا عمال أحكي عنها من بداية هذه الكلمة. متى 22 وعدد 29، ده الرب كان هنا بيكلم الصدقيون وبيقول لهم كده: فأجاب يسوع وقال لهم: تضلون أو تضلون إذ لا تعرفون حاجتين، الكتب ولا قوة الله. تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. يعني شوف بقى، في ثنائية في الحياة الروحية. الحياة الروحية فيها ثنائيات كتيرة. عندنا ثنائية مشهورة وبنتكلم عنها كتير، هي النعمة والاجتهاد. عندنا بقى ثنائية تاني مهمة جدا، ودي الثنائية الأساسية في الحياة الروحية: الكلمة وقوة الله، يعني عمل الروح. قوة الله. الكلمة، الرب يقول لهم كده: تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. يعني إيه؟ يعني أنتوا لو
الحاجتين دول، لو الأمرين المهمين جدا دول ما كانوش موجودين عندكم الاتنين، في خطورة من الضلال. ايه الحاجتين دول؟ كلمة الله. ومرة تاني انا بفكرك بالنقلة اللي الرب عايز يعملها، مش فقط قراية الكلمة لكن قراءة الكلمة وفهمها، نفهم الكلمة، ندرسها، نتعمق فيها، ونيجي كده في المجموعات كل واحد فينا عنده إعلان من الكلمة، ودرس وقرأ وبحث، وروح القدس رتب الأفكار عنده. يقول كده الكتاب: قارنين الروحيات بالروحيات. قارنين هنا يعني إيه؟ يعني نقرن الشيء بالشيء، يعني نربط الروحيات بالروحيات، يعني نربط التعليم ببعض، ونبقى أغنياء في التعليم. إذا لم يكون هذا عندنا، لو نعرف جنب واحد بس من الجنبين معرضين للضلال، يعني لو نعرف بس القوة والمعجزات والآيات والعجائب بس ما نعرفش الكلمة، نبقى معرضين للضلال. العدو يبعت لنا حاجات خارقة للطبيعة وما نفهمش، ونمشي وراه ونضل. ليه؟ مش عارفين الكلمة. وفي نفس الوقت أيضا، لو إحنا بنقرأ ونذاكر وندي للمذاكرة أهمية بس ما عندناش قوة الروح، دماغنا تكبر قوي بس ما نبقاش أقوياء، ما يبقاش عندنا قوة، يبقى عندنا دماغ بس ما عندناش عضلات الإيمان. باسم الرب يسوع نكون مؤمنين أقوياء، لأننا نعرف الكتب ونعرف قوة الله. طبعا في آيات كتيرة تاني بتقول لك الخطورة من انه انت ما تبقاش عارف الكتاب المقدس. يعني في آية مشهورة جدا في سفر إشعياء أصحاح 5 وعدد 13، افتحها معاك برضو. إشعياء 5 وعدد 13، آية مشهورة: يا روح الله تعالى نور. مكتوب هللويا، مش دي الآية دي مش إشعياء 5 بس جت جوايا كده: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. سراج لرجلي، ده مزمور 119. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. يا روح الله تعالى نور بالسراج دلوقتي واحنا بنقرأ الآيات دي في اسم الرب يسوع. بص إشعياء 5 وعدد 13 يقول لك ايه: لذلك سبي شعبي لعدم المعرفة. وفي العربي عندنا: وتصير شرفاؤه رجال جوع. هي في بعض الترجمات اعتقد يمكن في السبعينية تيجي كده، يقول لك ايه: سبي شعبي لعدم المعرفة ومات عظماءه من الجوع. ارفع ايدك معايا كده في هذه اللحظات. هاليلويا. رب يحرك ملائكته الآن لتنقية أجواءنا في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. أي سبي جه على ذهنك بسبب عدم المعرفة، سبي شعبي لعدم المعرفة، نرفع أيدينا معا الآن في اسم الرب يسوع. أي سبي أتى على ذهنك بسبب عدم المعرفة، الآن يحل السبي ويفك بقوة دم الرب يسوع وبسلطان الاسم العظيم، باسم الرب يسوع. هاليلويا هاليلويا. أوربكن الشنكة تكنك الشكا. هاليلويا. الآن يفك هذا السبي وتطلق رجلك من السبي، لا تسبى لعدم المعرفة باسم الرب يسوع. أحد الأعضاء اللي في عيلتنا، أعضاء الجدد يعني في فريق الخدمة ده، قال لي كده من حوالي أسبوعين، كان عمال يقول وهو بيقرأ في أحد الكتب الروحية اللي مليانة حق، كان بيقول: أنا شاعر دلوقتي إني قادر أعيش اللي كان نفسي أعيشه من زمان. ايه التغيير؟ ايه اللي عمل التغيير ده؟ قرأ كتب روحية ممتلئة بالحق.
هو ده التغيير بيحصل كده، الذهن بيتجدد بالكلمة، أشوف الحاجات بطريقة مختلفة، يخرج ذهني من السبي ده. في ناس ذهنها مسبي في العالم وفي حزن العالم وفي مشاكل العالم، وياخدك بقى العدو في أمور فلسفية، وتقعد تسأل حاجات فلسفية ولا ليها لازمة، أو حتى تقعد تسأل حاجات روحية في مرات، بس أنت من جوه النور مش منور، مسبي. تقولي في كده، أقولك آه، ما السامرية كانت كده. السامرية مش سألت الرب في حاجات روحية؟ قالت له في هذا الجبل نسجد، ولا في آبائنا سجدوا هنا، ولا نسجد هناك، ولا بتسأل أسئلة شكلها روحي، بس هي إيه؟ ذهنها مسبي. بس مجدا للرب، لأن الرب تقابل مع السامرية فذهنها اتحرر، ذهبت تكرز. هاليلويا. ليه؟ تقابلت مع شخص الكلمة، شخص الكلمة بقى نفسه، هاليلويا، اللي لما اتقابلت معاه اتحررت، اتفكت، نورت، ما بقتش مشغولة بالأفكار الفلسفية، ما بقتش مشغولة بالأسئلة الوجودية، لا، ما بقتش مشغولة بالحاجات ديت. ليه؟ في شخص ملك قلبي من جوه، أنا ماشي وراه، بدور على الحق، عايز أسمع كلمته، عايز أقرب من الكلمة، عايز أقرب من الكتاب، بحب الرب. هاليلويا، أعظمك يا رب، أعظمك. لن نسبى باسم الرب يسوع لعدم المعرفة، لأننا نقترب من الكلمة، ولن نموت من الجوع. يقول لك فمات عظماءه من الجوع، لن نموت من الجوع. وده على طول ينقلني على الآية المشهورة جدا في متى 4:4، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. وهنا بقى عايز أتكلم عن إيه؟ عايز أتكلم عن أهمية الكلمة في حياتنا، الكلمة بتعمل إيه في حياتنا؟ فكويس إنه أبدأ الجزء ده كده بهذه الآية من متى 4:4، آية مشهورة. فأجاب وقال، ده الرب يسوع المسيح، له كل المجد، مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فهنا الآية دي بتقول لنا إيه ببساطة؟ إنه الكلمة هي الغذاء، الكلمة هي الأكل، الكلمة هي الخبز. عشان كده أول ما بتجيلي ضعفان ومش عارف تعمل ايه ومقفول، واسالك عن ايه؟ اسالك عن الغذاء. ما هو لما يجي واحد ضعفان وضغطه واطي ومش عارف ايه ومش قادر يقف، اول حاجه بنقولها له ايه؟ اكلت امتى؟ اكلت امتى؟ فالكلمه دي الغذاء اللي لما بناكله ايه اللي بيحصل بقى؟ بنتقوى. مرة تانية اقول لك تاني الآية بتاعت أرميا 15، وجدت كلامك فأكلته، أرميا 15 16، وجدت كلامك فأكلته، أهو أكلته، باكل الكلام، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. طيب تقول لي آكل إيه؟ انصحني كده، آكل إيه من كلمة الرب؟ يعني في اطباق كثيره مقدمه في اكل ايه. اقول لك اه، ده هنا ده سؤال جميل، اروح على رساله تيموتاوس الثانيه واصحاح 3، قول هاليلويا وانت بتسمع هذه الكلمات، هاليلويا، لان الرب يغذينا، هاليلويا. هذه واحده من علامات النهضه احبائي، نتغذى معا بكلمة الرب. تيموثاوس الثانية أصحاح 3 وعدد 16، لو أنت بتتساءل أتغذى بإيه؟ شوف يقول إيه؟ كل الكتاب، كل الكتاب هو موحى به من الله، ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر. بص عدد 17 جميل،
لكي يكون إنسان الله. أحب هذا التعبير جدا، إنسان الله، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. فالإجابة المباشرة أكل إيه من الكلمة؟ كل الكلمة كلها. اقرأ عهد جديد واقرأ عهد قديم وتنقل ما بين الأسفار، يبقى في سفر بتبقى بتدرسه وسفر تاني بتقرأ قراية سريعة، كل تغذى، ما تخافش مش هيجيلك تخمة، ما تخافش بالعكس هتتقوى. وكل كتاب هو موحى به، دي انت سمعتني بقول قبل كده كلمة موحى به، دي يعني ايه؟ يعني دي جاية من أنفاس الله، يعني كل الكتاب هو ايه؟ أنفاس الله. كل ما أقرأ هللويا أنا باخد من أنفاس الله، حياة الله بتسري بداخلي، زوي حياة الله بتسري بداخلي كل ما بقرأ، هللويا. ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، عدد 17 تاني، لكي يكون إنسان الله كاملا. في حاجة اسمها أبقى كامل، كمال مسيحي. كمال المسيحي يعني ايه؟ عشان لو انت بتتلخبط، يعني من مجد الى مجد ومن قوة الى قوة بإيمان لإيمان. كمال المسيحي يعني حياتي في الارتفاع، هذا هو الكمال المسيحي، مش استاتيك مش واقف، لا طالع على فوق. طيب طالع على فوق ده يعني في ايه؟ يعني في نمو. في نمو يعني في ايه؟ يعني في تغذية. في تغذية يعني ايه؟ يعني في كلمة الله على طول. وبص المقطع الأخير من الآية دي، متأهبا لكل عمل صالح. لما تاكل كويس تبقى مستعد لكل عمل صالح. ايه اللي بيخليك في مرات، او بيخلي اي اشخاص يعني بعيد عننا مش قادر يعمل حاجات معينة، مش قادر يخدم، مش قادر، او مش عايز احصرها في الخدمة، يعني مش متأهب لكل عمل صالح، مش قادر يروح يقدم محبة مثلا، مش قادر يقف قدام آسف جنب شخص، مش قادر يعين أشخاص، مش قادر، إيه اللي بيخلي الشخص في مرات مش متأهب مش مستعد؟ إنه مش متغذي كويس، مش واكل كويس. في اسم الرب يسوع نتغذى، نتغذى. يبقى الكلمة أول حاجة كده في أهمية الكلمة إن هي إيه؟ إن هي الغذاء. الغذاء ناكل إيه؟ ناكل الكلمة كلها. بص آية أخرى برضو، آية جميلة وهامة جدا جدا، الرب كان بيكلمني من خلالها النهاردة، رسالة بطرس الأولى طبعا مش محتاج أوصيك، لازم يبقى كتابك معاك وانت بتسمع هذه الكلمة، كلمة عن الكلمة عن الكتاب المقدس. بطرس الأولى أصحاح 2، هاليلويا، ونبدأ القراءة من أول عدد 1، يقول فاطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة، وكأطفال مولودين أو مولودين الآن، كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح. يعني ايه كأطفال مولودين الآن؟ هل هو كان بيكلم أطفال في الإيمان؟ لا مش شرط. امال هو بيقول ايه هنا رسول بطرس؟ بيقول لهم خليكوا جعانين للكلمة زي الأطفال اللي مولودين دلوقتي. كأطفال مولودين الآن، الطفل اللي مولود ده اللي عنده شهور دوت، أول ما يبقى جعان يعمل ايه؟ يصرخ، ولا تستطيع أن تسكته بدون أن تعطيه ليأكل، ترى تقدر تقنعه. رسول بطرس بيقول لهم كده، بيقول لهم إيه؟ اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. يعني كأطفال مولودين الآن، يعني إيه؟ يعني خليكوا زي الأطفال اللي مشتاقين دائما إن هم عايزين يأكلوا الكلمة. اللبن العقلي العديم الغش ده ايه؟ ده كلمة الله. عشان كده نوعية الغذاء بقى، يعني الكلمة أهميتها أو أول حاجة في أهميتها هي الغذاء.
تاكل ايه من الكلمة؟ تاكل كل حاجة في الكلمة، كل الأصفار بتاعت الكتاب المقدس. بس خلي بالك فيما يخص التعليم بقى، مهم جدا انك يبقى عندك انتقائية، يعني تبقى selective. ليه؟ لأنك ممكن تاكل أكل مغشوش. عشان كده هنا بيقول لهم ايه؟ اشتهوا اللبن العقلي العديم ايه؟ الغش. ممكن تاكل لبن مغشوش، ممكن تاكل أكل مغشوش، تعليم مغشوش. عشان كده دائما كن تحت مسحة الجسد اللي انت فيه وانت بتاكل، كن تحت مسحة الجماعة اللي الرب حطك بداخلها، الكنيسة اللي الرب حطك بداخلها. عشان وانت بتاكل عندك بقى، ليه بقول لك كده؟ لانه في الجسد ده في اشخاص الرب اقامهم عشان ياكلوك، معلمين، خدام، مرشدين روحيين، ودول عليهم مسؤولية قدام الرب. ايه نوعية الاكل اللي هياكله لك؟ في مسؤولية على خادم كل مجموعة، في مسؤولية عليا وأنا أعظ وأنا أعلم، إيه نوعية الأكل اللي هأكله لك؟ آه يا روح الله، افتح إيدك كده معايا، ولو أنت بتخدم أشخاص قول للرب أنا عايز أأكلهم طعام لبن عديم الغش يا رب. واللي خارج منك حتى لو أنت مش لازم تبقى مسؤول، اللي خارج منك تجاه اخواتك، لو انت بتقدم لاخواتك اجزاء من الكلمة، او لابد ان يكون خارجا بانتقائية. الروح القدس هو اللي يعمل الانتقائية ديت، ده مهم جدا جدا. في اعمال 20 شاهد اخر برضو بيتكلم عن ازاي اهمية الكلمة كغذاء يجعلنا ننمو. يعني ما هو آخر ثلاث كلمات في بطرس الأولى 2 وعدد 2 لما بيقول اشتهوا اللبن العقلي، معلش أرجع تاني لهذا الشاهد العديم الغش، يقول إيه؟ لكي إيه؟ تنمو به. عايز تنمو في حياتك مع الرب؟ هو دي الطريقة إن أنت تنمو في حياتك مع الرب، الكلمة. والجملة دي كانت مضيئة جدا بداخلي قبل ما أبدأ هذه الكلمة، إنه اللي بيصنع منك رجل حقيقي وتنمو حقيقي مع الرب والرب يستخدمك هو علاقتك بالكلمة المقادة بالروح القدس، مش الاختبارات، ومش الاختبارات النبوية حتى. يعني الاختبارات النبوية عظيمة وبنحبها جدا، بس الاختبارات النبوية مش هي اللي بتبني المؤمنين. ده الرسول بطرس بيقول آية قبل ما اروح لأعمال 20، اخد الآية دي بالمرة. الرسول بطرس في رسالة بطرس الثانية والأصحاح الأول قول كلمات عجيبة. ده الرسول بطرس عنده اختبار نبوي غير عادي بيحكي عنه في بطرس الثانية 1 وعدد 16. بطرس الثانية 1 على 16 يقول لأننا لم نتبع خرافات مصنعة، إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل قد كنا معينين عظمته لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجد، إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى. بيتكلم عن إيه هنا؟ عن الاختبار بتاع جبل التجلي. هذا هو ابني الحبيب الذي أنا سررت به، ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء، إذ كنا معه في الجبل المقدس. شوف اختبار عظيم إزاي؟ ده اختبار عظيم. لو بتحب الاختبارات النبوية أهو اختبار عظيم. بس بص يقول ايه الآية اللي بعديها على طول، وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي بيكلم ايه الكلمة النبوية دي؟ أسفار الكتاب المقدس. أسفار الكتاب المقدس، أسفار العهد القديم كانت كلها كاملة في هذا الوقت، وما كتب من العهد الجديد، الرسائل اللي كانت بتلف على الكنيسة والأناجيل، الحاجات اللي كانت اتكتبت منها. عندنا
الكلمة النبوية، وهي أثبت بعض التفاسير تقول كده إنه الكلمة النبوية هنا خلتنا نفهم الاختبار اللي احنا عدينا بيه فنثبته، يعني كأنها ثبتت الاختبار. بعض الترجمات تقولها كده، بس أنا هلتزم بالترجمة اللي بين إيدينا دلوقتي. يقول: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها، كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم، عالمين هذا أولا. بص، الكلمات مهمة جدا، أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. فشوف الرسول بطرس بيقول لهم ايه، كلمات هامه جدا. بيقول لهم شوف هذا الاختبار العظيم الذي اجتاز فيه، بس يقول لهم عندنا الكلمه النبويه وهي اثبت. فعشان كده بقول لك كان منور بداخلي جدا هذه الجمله، انه مهما كانت الاختبارات عظيمه، كلمه الله هي التي تصنع الرجال. يعني ممكن واحد يجتاز في اختبارات عظيمة جدا بس ما عندوش أساس في الكلمة، تلاقيه بعد شوية بيهتز وبيسقط. ليه؟ لأنه الرب لما الشاهد اللي احنا أخدناه بتاع تأسيس البيت، قوانين التأسيس، قال إيه؟ قال اللي هيبني البيت بتاعه على الاختبارات، ولا قال اللي هيبني البيت بتاعه على الأقوال بتاعتي والكلمات بتاعتي؟ على الأقوال بتاعتي، على الكلمات بتاعتي. في اسم الرب يسوع نكون أشخاص حياتنا غنية بالكلمة. طبعا عايزين اختبارات عظيمة، عشان ما تفهمنيش غلط، ده عايزين حياتنا تتملي اختبارات، بس تبقى أساس الكلمة عندنا أعمق وأكثر كثافة من الاختبارات. عشان تفهم اللي أنا بقوله ده بشكل صحيح، أستعين كده في دقيقتين بشكل بيسموه رباعي، الرباعي الويسلي، وهنطلعه حتى على الشاشة ممكن واحنا بنتكلم وانت بتسمع دلوقتي. ايه الرباعي الويسلي ده؟ يقول لك دي رباعية البناء اللاهوتي الويسلي. ده كان في احد رجال النهضات اسمه جون ويسلي، لو انت ما تعرفوش، عاش في القرن ال18، وهذا الشخص الرب استخدمه في انه يبني بناء تعليمي ودراسي في كلمة الله قوي جدا. قام عليه بعد كده نهضات ونهضات ونهضات وتعليم قوي. كان عنده رباعي ويسلي دوت، كل فكرة فكرها خرجت من الرباعي ده، كل حاجة عملها خرجت من الرباعي ده. ايه الرباعي ده؟ هيظهر امامك على الشاشة الان، تلاقي القاعدة بتاعته هي الكتاب المقدس المكتوب، قاعدة اكبر حاجة فيه. خلي بالك، رباعي مش مربع، المربع متساوي الاضلاع، الرباعي 4 اضلاع بس مش متساويين، والكل ضلع فيهم الثقل النوعي بتاعه. فبص، القاعده هي ايه؟ الكتاب المقدس. دي لازم تبقى اقوى حاجه، الكلمه دي لازم تبقى اقوى حاجه. وبعدين هتلاقي ضلع تاني اللي هو ايه؟ اللي هو تاريخ الكنيسه او التقليد او الاباء، ده ضلع تاني. وبعدين تلاقي ضلع تالت اهو، الخبره الروحيه، الاختبار بقى، الاختبارات اهي. فالاختبارات ضلع في الحياه الروحيه، ضلع مهم بس يتبني على ايه؟ على الكلمه. وبعدين تلاقي في ضلع رابع فوق، مش موضوعي في هذه العظه، ده ايه بقى؟ ده التفكر واعمال العقل. احد المقال اللي جاي بنعمه الرب ينشر الشهر اللي جاي هيبقى عن الضلع الرابع ده، عن التفكر، لو انت بتحب تقرا في حاجات لاهوتيه وكده. بس انا ليه بقول لك الرباعي ده؟ عشان تشوف العلاقه ما بين الكلمه وما بين الاختبارات. الكلمه هي الاساس، والاختبارات بتقوم بعد كده على الكلمه. فالاختبار بيختبر صحته او خطاه من خلال الكلمه. لو واحد جاي بيحكي لي اختبار مثلا، بيحكي لي حاجة معينة حصلت معاه أو حاجة معينة، على طول لازم الكلمة تشتغل جوايا عشان أعرف الاختبار دوت إذا كان اختبار أصيل من عند الروح القدس، ولا اختبار نفسي، ولا اختبار العدو هو اللي أعطاه لهذا الشخص. وبعدين
احط قدامك آية تاني بقى، بما اننا تحدثنا عن الفرق ما بين الامور الروحية الصحيحة والحقيقية والامور النفسية، وشوف برضو مركزية كلمة الله في التفريق ما بين الامور النفسية والامور الروحية الصحيحة. رسالة العبرانيين، هذا شاهد هام جدا فيما له علاقة بالتمييز. رسالة العبرانيين الأصحاح الرابع وعدد 12 يقول كده: لأن كلمة الله حية حية وفعالة. لأن كلمة الله حية وفعالة. هذا بقى بعد في التعامل مع الكلمة لابد أن تدركه. كلمة الله يا جماعة مليانة حياة، حية. الرب يسوع قال كده: الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. واحدة من الحاجات الصعبة اللي العدو في مرات يدخل فيها المؤمنين إنه المؤمن يفقد علاقته مع كلمة الله، بمعنى إنه يضيع منه تمييزه للحياة التي في كلمة الله. إذا اقتربت إلى كلمة الله غير مميزا لأنها كلمة حية، هي كلمة حية ليه؟ لأنها أنفاس الله. إذا اقتربت إلى كلمة الله بدون هذا التمييز، تعاملت مع الكلمة كده على إن أنت فوقيها وتقدر أنت تحكم فيها وأنت تقيمها زي ما بعض من يطلق عليهم علماء متحررين ينقضوا الكلمة، لو اقتربت للكلمة بالشكل ده، الكلمة النبض بتاعها، الأنفاس بتاعت الله، كأنه في فاصل يحصل ما بينك وما بين الكلمة، لا تدرك بعد الحياة اللي في الكلمة، والعكس تماما. إذا اقتربت إلى الكلمة باتضاع حقيقي، باتضاع حقيقي، بوداعة حقيقية، عشان كده الرسول يعقوب يقول في رسالته الأصحاح الأول وعدد 21، برضو كويس نفتح الشاهد ده كده سريعا وبعدين نرجع تاني للعبرانيين 4، رسالة يعقوب بعد رسالة العبرانيين على طول، لأنه رسالة العبرانيين التقليد يقول إن بولس هو كاتب رسالة العبرانيين، فيحط العبرانيين مع رسائل بولس، وبعدين توضع رسالة يعقوب بعد رسائل بولس، لأن يعقوب هو أكبر الرسل فتقديرا يعني ليه. فيقول إيه في رسالة يعقوب الأصحاح الأول وعدد 21: لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر. وبص دايما تلاقي برضو بطرس قال كده اطرحوا، دايما تلاقي قبولك لكلمة الله مرتبط بإنك تطرح النجاسة والشر والخبث والمكر. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تجمع الاتنين مع بعض، علاقة مع كلمة الله علاقة عميقة والناحية التانية خبث ومكر ونميمة، لا، تطرح وانت جاي للكلمة جواك، حتى لو انت مثلا مقيد، بس وانت جاي للكلمة جواك انك عايز تطرح ده، الكلمة هتديك القوة زي ما هقولك في نقطة بعد كده. فبص شوف يقول ايه بقى هنا: لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر، فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة ان تخلص نفوسكم. اقبلوا ايه؟ بوداعة. بوداعة ده مرتبط بإيه؟ ده مرتبط بعبرانيين 4، لأن كلمة الله حية وفعالة. أقبل بوداعة يعني إيه؟ يعني بقابلية للتشكيل، أبقى جاي للكلمة موطي كده وبقول آه دي الكلمة مليانة حياة، الحياة اللي في الكلمة هتغير حياتي باسم الرب يسوع. كلمة الله بقى في عبرانيين 4 وعدد 12، وتقدر بعد ما تسمع الحظة دي تقدر تسمعها تاني وتطلع كل الشواهد اللي فيها وترتب كده. احنا قلنا ايه بقى؟ قلنا تحدثنا عن أهمية الكلمة كغذاء، الكلمة هي الغذاء، والغذاء يعني ايه؟ يعني هي اللي بتخلينا ننمو. دلوقتي احنا بنتحدث عن الكلمة اللي بتعطينا القدرة على التمييز. يقول لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة
إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونيته. إيه اللي يفرق ما بين الأمور النفسية والأمور الروحية؟ كلمة الله خارقة إلى مفرق النفس والروح. في ناس تقولك لا، الإنسان ده عبارة عن مكون مادي ومكون روحي، ما مش ثلاثي. لا، كلمة الله تعلن أن الإنسان ثلاثي، روح نفس جسد، وتقول إنه إله السلام بنفسه يقدسكم ولا تحفظ روحكم نفسكم جسدكم، أهم التلاتة هم. بس كمان كلمة الله تعلن إيه؟ إنه في مفرق ما بين النفس والروح، في فرق ما بين ما يخرج من النفس وما يخرج من الروح، في فرق ما بين إني أعبد في مرات عبادة نفسية وإني أعبد عبادة بالروح حقيقية. الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين الحقيقيين الذين يسجدون بالروح وبالحق. هللويا، بالروح وبالحق. شوف العبادة بتاعتك عشان تبقى مستقيمة لابد إنها إيه؟ تبقى بالروح وبالحق، بالكلمة. عشان كده المسبح اللي الكلمة قوية في حياته التسبيح بتاعه يبقى قوي، التسبيح بتاعه يعمل حرية في حياة الناس في اسم الرب يسوع. تسبيحنا يطلق أشخاص أحرار في اسم الرب يسوع. الكلمة هي الخارقة إلى مفرق النفس والروح. الكلمة هي اللي تخليك تميز تعمل ايه دلوقتي، واللي انت هتعمله ده خارج من الروح ولا خارج من النفس. الكلمة هي اللي تعمل الفصل ده. في سفر التثنية اصحاح 22 وعدد 11 شاهد برضو تذكرته، انا بأعد لهذه الكلمة. يقول لك ايه؟ سفر التثنية اصحاح 22 و من اول عدد 9 يقول: لا تزرع حقلك صنفين لئلا يتقدس الملء، الزرع الذي تزرع ومحصول الحقل. يعني ما تزرعش الحقل بتاعك صنفين، يتقدس الملء يعني يتاخد منك كل المحصول ده يروح للكهنه. لا تحرث على ثور وحمار معا، يعني ما تحطش المحراب بتاعك على ثور وحمار. ليه؟ الثور يستطيع انه يعمل ويعمل ويعمل ويحتمل، وحمار ضعيف. يعني هو قوي طبعا بالمقارنة بحيوانات تاني، بس بالمقارنة بقى بالثور، لا، الثور اقوى جدا. يشتغل الثور ده، ممكن يشتغل ساعات وساعات وساعات، الحمار يشتغل بس يجي في حتة معينة وما يحتملش. فايه اللي يحصل؟ المحرات بقى يميل ويتوقف الحرت. لا تلبس، في عدد 11 بقى، وده عدد انا عايزه: لا تلبس ثوبا مختلطا صوفا وكتانا معا. تلبس ثوب معمول من فتلة صوف وفتلة كتان. ليه؟ صوف يحرر، الكتان مفروض انه خفيف على الجسم ما يحررش. الثوب الصوف والكتان جسمك ما يعرفش يتعامل معاه. تقولي ده ايه علاقته باللي احنا بنقوله؟ ايه علاقته بالكلمة؟ اقولك ما هو ده ليه علاقة بالتمييز. لانه ممكن شخص يبدأ بداية قوية جدا بس وهو محمل مثلا في شغله على ثور وحمار، بداية قوية والاتنين يبتدوا مع بعض وتبقى البداية قوية، بس بعد شوية تلاقي واحد ريح. ليه؟ ما مش قادر. الفكرة ممكن تبقى طلعت بحماس. كلمة الله تضع تمييزا بداخلك ما بين الفكرة اللي بالحماس النفسي
والفكره اللي بالروح. كلمه الله اهو تقول لك لا تحرص على ثور وحمار. تبص انت كده على امكانيات معينه او اشخاص معينين هيبتدوا معاك المشروع بتاعك، او تقول الكلمه، شوف الكلمه بتقول ايه. الاتنين دول ما مش هيقدروا، واحد فيهم هيعطل التاني، او بقى تحمل خدمة لشخص جسدي مع شخص روحي. ممكن يبتدوا هما الاتنين بحماس، الجسدي ده برضو يبقى يبتدي بحماس، بس لانه مش ممتلئ ما بالروح القدس، لا يمتلئ في كل يوم بالروح القدس، يبطأ 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 يبطأ، الخدمة تبتدي تتناقص في تأثيرها. كلمة الله تعمل ايه؟ تعمل الفصل ما بين الحماس النفسي وما بين الافكار اللي بالروح. وممكن كلمة الرب تفرملك شوية، تفرملك شوية، تخليك ما مش بتاخد الخطوات بسرعة، بس في الفرملة دي الرب بقى يعلمك ازاي تظبط الحاجات. لا تلبس ثوبا مختلطا صوفك التاني. كلمة الرب أيضا، الصوف والكتان الاتنين حلوين بس مينفعش يركبوا على بعض. كلمة الرب أيضا تفصل ما بين أي إعجاب نفسي عندك بأمور ما تركبش على بعض. تيجي كلمة الرب وتوريك أهو إنه ما ينفعش تلبس ثوب مختلط من صوف وكتان، فيحصل إيه؟ يحصل فصل. كلمة الرب حية وفعالة خارقة لمفرق النفس والروح. أنتقل إلى أمر آخر هام جدا في أهمية الكلمة في حياتنا، من يوحنا 8 وعدد 32. يبقى الكلمة بتغذيني، والغذاء ده بيخليني أنمو، الكلمة بتديني تمييز فتخليني أعرف أخذ القرارات بتاعتي، الكلمة تحررني. يوحنا 8 وعدد 32 يقول كده الرب، هاليلويا، ارفع ايدك كده معايا في هذه اللحظات، هذه آية عظيمة، هاليلويا. يقول كده، قال يسوع لليهود الذين آمنوا به. بس بص قبليها في عدد 30 يقول لك بينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون. يبقى احنا هنا قدام ايه؟ مؤمنين كثير، مؤمنين كثير. فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به، قال ايه بقى الرب للمؤمنين الكثير دول؟ انكم ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. آية هامة جدا. شوف هنا يقولك ايه؟ آمن به كثيرون، مؤمنين كتير رفعوا ايديهم كتير وممكن جددوا كتير، بس يقول لهم يسوع ايه؟ ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي. لا تلمذ بدون عمق في الكلمة، لا تلمذ بدون ثبات في كلمة الرب، ثبات في كلمة الرب. غمض عينك معايا في اللحظات دي قبل ما نكمل قراية الآيات، وقول للرب أنا عايز أبقى تلميذ يا رب. يا رب أنا مشكا، رب أنا رب الشكا، أنا عايز أبقى تلميذ، هاليلويا، أحيا حياة التلمذة الحقيقية. فيض يا روح الله الآن، فيض فينا يا روح الله الآن، فيض فينا يا روح الله الآن، هللويا، فيض فينا يا روح الله الآن، هللويا. يعطينا الرب إمكانيات فوق طبيعية لتتميم تكليفاته في اسم الرب يسوع. يغذينا وننمو، والنمو ده يصاحبه إمكانيات فوق طبيعية، ننمو هاليلويا نمو فوق طبيعي في هذه الأيام الأخيرة، لأننا نتغذى بالكلمة في اسم الرب يسوع. إنكم إن ثبتتم في كلامي، يوحنا 8:31، فبالحقيقة تكونون تلاميذي. بص بقى اللي جاية، وتعرفون الحق.
والحق يحرركم. الحق يحررك، تقولي أنا مقيد، أصل أسمع هذه الكلمة، أصل أنا مقيد بنجاسة، أصل أنا مقيد بعلاقة عاطفية، أصل أنا مقيد، أقول لك تعرف الحق والحق يحررك. عارفين الآية اللي بنستخدمها كثيرا في الإشارة إلى المسحة؟ يتلف النير بسبب السمانة. السمانة نقول دي المسحة، بس خلي بالك إنه السمانة أصلا بتحدث نتيجة إيه؟ نتيجة التغذية، يتلف النير، يتكسر. عشان كده عندما يأتي شخص ويقول أنا مقيد، أنا مش قادر، أنا تغذى جيدا، يعني يجي لك شخص يشتكي في مرات من القيد اللي في حياته، فتقوله تغذى، تغذى بالكلمة، يبص كده، يبص لك كده ويحس يا عم أنا بتكلم في حاجة وأنت بتتكلم في حاجة تاني. لأ، افهم، يعطيك الرب فهم، يعطيك الرب فهم. القيود اللي في حياتك هتتكسر عندما تعرف الحق والحق يحررك. تعرف الحق والحق، تعرفون الحق والحق يحرركم. هللويا هللويا. الآية اللي قلتها من مزمور 119، وأروح لها برضو بسرعة في اسم الرب يسوع. هللويا، مزمور 119، وارفع ايدك كده معايا في هذه اللحظات. اشعر بنور وبإعلان الرب جاي يغمر بيه كثيرين في وسطنا. مزمور 119، وده طبعا ده اطول مزمور في كلمة الله. وبيتكلم عن ايه اطول مزمور في كلمة الله؟ تحدث عن الكلمة وغلاوة الكلمة وقوة الكلمة. تستطيع انك تدرس مزمور 119 وعلاقة الكلمة بالتسبيح، وازاي لما اتعمق في الكلمة تنبع شفتاي تسبيحا. مزمور عظيم، مزمور 119. ومزمور 119 متقسم اجزاء، والاجزاء دي الابجدية العبرية اللي هي ابجد هوز لغاية الاخر. وكأنه الرب عايز يقول ايه؟ المزمور اللي بيتكلم عن كلمتي إيه؟ متقسم بحسب الابجدية، عشان الرب عايز يقول لك انه كلمتي تبقى هي الأبجدية بتاعتك، كلمة الرب تبقى الأبجدية بتاعتك. يعني في أشخاص لما نتكلم كتير من الكلمة، أو لما يجي مثلا يحكي مشكلة فتبتدي أنت تقول له دي الكلمة بتقول والكلمة بتقول، يقول لك لأ أنت أصلك مش فاهمني، طب بعدي بالظروف الفلانية، أصل أنا الكلمة، لأ أنا عارف أه الكلمة بتقول كذا بس أصل أنا ظروفي. لأ، ارفع ايدك كده قول باسم يسوع، الرب يديني فهم في اسم الرب يسوع. افهم انه الكلمة بتتعامل مع كل حاجة في حياتي، دي مش حاجة ثانوية. حل مشكلتك هيبقى مثلا بتدخل معجزي وهيبقى بس، والكلمة ملهاش لازمة. لا، الكلمة مليانة وصايا، وصايا الرب بتفرح القلب، بتنير العينين. هللويا. شوف الآية بتاعت مزمور 119 عدد 130، انها بقى متعلقه بالنور. فتح كلامك ايه؟ ينير، يعقل الجهال. هللويا هللويا. فتح كلامك ينير، يعقل الجهال. وفي نفس المزمور 119 وعدد 105 يقول ايه؟ سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. فتح كلامك ينير، يعقل الجهال، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. الكلمة هي السراج، سراج لرجلي كلامك، الكلمة هي السراج. ده احنا لو قعدنا نتأمل في مزمور 119 ده عايزين لنا خلوتين ثلاثة. يقول في عدد 103، ما أحلى قولك لحنكي. فاكرين أرميا؟ أكلت كلامك سارة فمي حلاوة، أحلى من العسل لفمي. في عدد 103، أحلى من العسل لفمي. من وصاياك أتفطن، لذلك أبغضت كل طريق كذب. الوصية بتاعتك يا رب هي نور، الوصية بتاعتك هي اللي بتخليني أشوف الطريق ده صح ولا غلط. الروح القدس بيستخدم كلمات الرب علشان يخليني أميز طرق الرب
وأعرف طرق العدو ولا أسير في طرق العدو. لا تحيا من فضلك، لا تحيا جاهلا بكلمة الرب. شوف يقول فتح كلامك ينير في عدد 130 يعقل الجهال. ارفع ايدك عالي كده قول له ايوه يا رب، انا اريد اني ابقى ممتلئ بالتعقل. هوه يا روح الله، هوه يا روح الله، امتلئ بالحكمة عندما اقترب من كلمتك، امتلئ بالحكمة في اسم الرب يسوع، امتلئ بالحكمة يا روح الله. هاليلويا 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 هاليلويا. آية أخرى ثمينة جدا، لا أريد أني أفوت العظة دي من غير لما أخد هذه الآيات الثمينة، عظة عن الكلمة. هل أنت مستمتع؟ ارفع إيدك كده عالي قول يا رب أشكرك، أشكرك لأجل اللي أنت بتعطيهوني. هللويا. أفسس 5 وعدد 26، ويمكن قلنا هذه الآية في العظة امبارح بس لم نركز عليها. بص في نقرا من أول 25، يقول أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن ولا أو شيء من مثل. شوف بقى الآية العظيمة دي، إنه الرب يحضر لنفسه العروس بلا دنس ولا غضن. لا غضن يعني مفيش شيخوخة، مفيش تجاعيد أو شيء من هذا القبيل. الآية دي مبنية على إيه؟ مبنية على الكلمة، مبنية على تأثير الكلمة وفاعلية الكلمة في التقديس وفي التطهير. يعني إحنا تعلمنا ونؤمن أن دم الرب يسوع المسيح بيطهرنا، وإنه دم الرب يسوع المسيح بيقدسنا. الدم بيطهر والدم بيقدس، عشان كده يقول بل تقدستم بدم المسيح، والدم بيطهر. إن اعترفنا بخطايانا هو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايا يطهرنا من كل إثم، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه. فالدم بيطهر والدم بيقدس، نفس ما يفعله الدم تفعله الكلمة فينا. يقول كده إنه الكنيسة اللي أسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. هاليلويا. عشان كده لو انت مش بتقرا الكلمه، لو انت بتتفرج على التلفزيون اكتر ما بتقرا الكلمه، لو انت في حاجات شغلاك في حياتك اكتر من الكلمه، لا تستطيع ان تحيا التقديس الحقيقي، وتلاقي الحاجات متلخبطه عندك والقوانين بتاعت العالم متلخبطه عندك على القوانين بتاعت الرب. وبتاعت الكتاب المقدس. إذا أنت ما كانش عندك علاقة حقيقية بالكلمة، عايز تحيا مقدس، عايز تبقى من العروس اللي الرب بيقدسها وبيطهرها، استسلم لغسل الماء بالكلمة. استسلم. هللويا. استسلم. شوف الماء هنا، الماء بيرمز للروح القدس في الكتاب. من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حية، قال هذا عن الروح. بس الماء كمان إيه بيرمز لإيه؟ للكلمة. عشان يقول لك إنه الروح والكلمة الثنائية اللي إحنا بنتكلم عنها من أول هذه العظة. الروح والكلمة شغالين مع بعض. لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. ارفع إيدك كده في هذه اللحظات. أورك ربشك. قول للرب نعم أيها الرب، نعم أيها الرب. تعال قدسني بالكلمة، طهرني بالكلمة في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. هاليلويا
هاليلويا. خد آية تاني من سفر الأمثال. كل ده بنتكلم عن إيه؟ أهمية الكلمة. آية أخرى من سفر الأمثال وأصحاح 4، دي آية هامة جدا بنقولها كتير في الاجتماع، أمثال 4 ومن أول عدد 20. يقول إيه؟ يقول: يا ابني أصغي إلى كلامي، أمل أذنك إلى أقوالي، لا تبرح عن عينيك، احفظها في وسط قلبك. دي إيه؟ دي الكلام بتاع الرب والأقوال بتاعت الرب. لا تبرح عن عينيك، احفظها في وسط قلبك، هتبقى هي الغطا بتاع قلبك. فاكرين سفر التثنية الآية اللي بدأنا بيها؟ ضعها على قلبك. هنا بقى احفظها في وسط قلبك، لأنها هي حياة للذين يجدونها. يا رب أنا بصلي نجد كلمتك، نجد كلمة الرب. تقول يعني إيه أجد كلمة الرب؟ أقول لك هيحصل اختبار عندك، تقول أنا لقيت كلمة الرب، اتفتح قدامي الكتاب، اتفتحت قدامي الآيات، دخلت إلى الحجال حيث الإعلان، حيث الكشف زي ما كنا بنقول امبارح. الآيات بقت مضيئة أمامي في اسم الرب يسوع. يقول: لأنها هي حياة للذين يجدونها. يا رب عايزين نجد الكلمة بتاعتك، عايزين نجد الكلمة بتاعتك. بس بص بقى المقطع اللي جاي: ودواء لكل الجسد. هل نؤمن أن كلمة الله دواء لكل الجسد؟ نعم نؤمن نؤمن نؤمن. الكتاب بيقول كده، أن الكلمة دواء لكل الجسد. يعني إيه؟ ده في ناس أخذوا هذه الآيات كده حرفياً، ويبقى تعبان يقرأ الكتاب المقدس وياخد الآيات دي مرة واثنين وثلاثة في اليوم ويشفى. نعم دواء لكل الجسد كلمة الله. عشان كده وانت بتسمع الكلمة، وده إيماني، انه وانت بتسمع الكلمة في عظة زي دي تشفى باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. ارفع ايدك عالي كده، هاليلويا. ولو انت مريض ضع يدك على مكان المرض الان في اسم الرب يسوع، واشعر انه هذه الكلمات ستذهب الى اشخاص خارج مصر مرضى. ضع يدك على مكان المرض الان وامن ان كلمة الله، قوة الكلمة، قوة الكلمة المتحدة بفعل الشفاء الخارج من جلدات الرب يسوع يشفيك الآن في اسم الرب يسوع. هاليلويا. والوجبة اللي انت اكلتها دي تعمل شفاء في جسدك في اسم الرب يسوع، تصنع شفاء في جسدك. هاليلويا هاليلويا. هي حياة للذين يجدونها ودواء لكل الجسد. هاليلويا. أحبائي، نشكر الرب جدا لأجل رسالته لينا في هذا الاجتماع. نشكر الرب جدا لأجل الكلمة، كلمته الحية اللي الرب ادها لنا، اللي مكتوب عنها إنها أنفاس الله. كل كتاب هو موحى به من الله، كلمة أنفاس الله اللي لما بنقترب ليها حياة الله بتدب فينا. عايز أختم معاك بآية من مزمور 119 وعدد 7، لها أهمية خاصة عندنا كفريق تسبيح، بنهتم بعبادة الرب وبندي أوقات طويلة للرب. يقول كده: أحمدك باستقامة قلب عند تعلمي أحكام عدلك. أحمدك باستقامة قلب عند تعلمي أحكام عدلك. كل ما بنتعلم أحكام الرب، كل ما بنتعمق في كلمة الرب، كل ما التسبيح بتاعنا والحمد للرب بيخرج باستقامة حقيقية ويزلزل مملكة الظلمة. نعم هللويا.
كل لما اقتربنا من كلمة الرب، كل ما كان تسبيحنا مليان بالدهن ومليان بالزيت اللي عندما يسمعه العدو يهرب من تخومنا باسم الرب يسوع. اتكلمنا في هذه الرسالة عن كلمة الله، اتكلمنا عن كلمة الله كأساس لنا، كقوانين للتأسيس لكي نحيا حياة السماء على الأرض. اتكلمنا عن كلمة الله كالغذاء الذي ينمينا، اتكلمنا عن كلمة الله كالحق الذي يحررنا، اتكلمنا عن كلمة الله كالسراج والنور اللي يخلينا نميز ونعرف طرق العدو ونميز الطرق اللي من عند الرب من طرق العدو. اتكلمنا ايضا عن كلمة الله على انها الدواء الذي يعطيه الرب لنا يشفي به اجسادنا. ونفسي بهذه اللحظات كده وفي نهاية هذا الاجتماع ارفع ايدك معايا لو انت شاعر باي اعياء او لو في اي مرض، في اسم الرب يسوع اؤمن انه بعد هذه الكلمة التي سمعناها الشفاء باسم الرب يسوع يدب في جسدك الان في اسم الرب يسوع. اي شخص عنده تنميل في صوابع ايديه وهو بيسمعني الان شفاء في اسم الرب يسوع. اي شخص عنده تنميل في قدمه ايضا او في اي عضو من اعضاء الجسد الان شفاء باسم الرب يسوع. كلمه الله الحيه الفعاله، كلمه الله هللويا التي تجعلنا نسما جدا، وكل قيود العدو باسم الرب يسوع تنكسر بسبب كلمه الله. هللويا. يلا تعالوا مع بعض نرنم هذه الكلمات. هللويا. ارفع قلبك كده، علمني طرقك يا رب. نعم هللويا. العدو جدا هي ان في جماعه
ممتلئة بالروح القدس ملتفة حول الحق، ملتفة حول كلمة الله. حاجة من الحاجات اللي بتزعج العدو جدا ان يبقى فيه جسد حي للرب، جماعة، كنيسة حية للرب وشايفة مركزية الكلمة ومرتفة حول الكلمة دي وبتدرس الكلمة بانتظام وبتقرأ الكلمة بانتظام. ده كما لو كان هذا يذكر العدو بالشعب في أرض مصر وهو ملتف حول الخروف، خروف الفصح، وبيتغذى وبيخرج من أرض مصر بلا ضعف. عشان كده العدو في هذه الأيام الأخيرة عايز يضرب الاجتماعات، عشان كده العدو في هذه الأيام الأخيرة عايز يفركش التجمعات. إحنا باسم الرب يسوع، ده الرب وضعه بداخلي وعايز شجعك عليه، عايزين الوقت اللي جاي نبقى جماعة ونبقى جماعات ملتفة حول الكلمة حتى في بيوتنا. عايزين نبقى جماعة عندها وقت بندرس الكتاب المقدس مع بعض في بيوتنا. العدو هيرانا وإحنا في بيوتنا ملتفين حول الكلمة، وهذا باسم الرب يسوع سيفتت ما يصنعه العدو، هذا سينقض ما يصنعه العدو. نتمسك بوعود الرب في هذه الأيام، نتمسك بكل اللي الرب كلمنا بيه. هللويا، لأنه الرب، شوف هذه الأيام عظيمة. أنا ساهر على كلمتي لأجرينا، أنا ساهر على كلمتي. الرب سأل أرميا، قال له أرميا ماذا أنت راء؟ قال له طاهر لوز، قال له أحسنت الرؤية أرميا، يعني أنا ساهر على كلمتي لأجرينا. لأنه قضيب اللوز يقول لك ده نوع من النباتات اللي تبقى العصارة شغالة فيه بس ما يبقاش لسه أنتج الظهر بتاعه. لكن أرميا كان يرى قضيب اللوز، والرب قال له أحسنت الرؤية لأني أنا ساهر على كلمتي ليجريها. الرب ساهر على كلمته ليجريها فينا، وكل مرة هنلتف حول الكلمة سكيب الروح القدس زي ما قلنا في هذه العظة، الروح والكلمة يعملان معا. نتمسك بوصايا الرب، نتمسك بوعود الكلمة، نهلل ونفرح وفي الخيام يعلى هتفنا في اسم الرب يسوع. نعمة الرب معنا.